وجي معادنا مع السوشيال لاب اللي بنشوف فيه ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا وايه اكتر الابليكيشنز اللي بيحبوها. تعالوا نشوف منى شلبي بتستخدم السوشيال ميديا ازاي. هنبدا بتويتر لانها متفاعله عليه بشكل كبير، وبيتابع منى شلبي على تويتر 1,400,000 متابع، وهي بتتابع 218 اكاونت، ونشرت لحد دلوقتي حوالي 776 تويت، واخر تويت نشرتها بتنعى فيها وفاه الفنان هشام سليم. من تويتر للإنستغرام بيتابع منى شلبي 3,200,000 متابع، وهي عاملة فولو لحوالي 206 أكاونت، ونشرت لحد دلوقتي تقريباً 277 صورة وفيديو. أكاونت منى شلبي معظمه صور لشخصيات اللي مثلتها وبوسترز لأعمالها، وكمان صور لرحلاتها لأنها بتحب السفر جداً. والمعروف عن منى شلبي علاقتها الجميلة بمعظم الوسط الفني، فلقينا إنها نشرت أكتر من 30 صورة بتجمعها مع الفنانين وأصحابها، وآخر بوست نشرته صورة مع الفنان كريم عبد العزيز. منى شلبي بتكون حريصة على حضور المهرجانات الفنية، فلقينا أنها نشرت أكتر من 20 إطلالة في المهرجانات. وبكده نكون عرفنا منى شلبي بتعمل إيه على السوشيال ميديا.